احنا البلد كلها يعني قررت فجأة، يعني بعد ما رئيس السيسي هو يعني برضو مرة تانية كنت لسه بتناقش مع محمد حبيب رئيس التحرير كلمة وهفضل أكررها، دولة الرئيس ودولة لها الرئيس، دولة الرئيس ودولة لها الرئيس. الرئيس السيسي عمل مبادرة أو عمل لفتة، يعني بعدها الدنيا كلها اتحركت. يا جماعة أرجوكم لازم نقيم دولة، دولة تتحرك، يعني مش ممكن، عايزين الناس كلها تتحرك. فالرئيس شاف في على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة بسيطة جدا و يعني كانت يعني بتعاني من البرد وإلى آخره، اسمها الست صفية، وكانت قاعدة جنب محطة مترو سعد زغلول. الرئيس أمر بعلاجها فورا، وحاجة مشرفة وضابطات رائعات راحوا وعلاج وراحة والشيء ما فيش بعد كده. المبادرة دي اتحركت ماشي، نقول الناس كانت بتشتغل قبل كده. المبادرة دي معناها ان انا بصون لحمي، بصون عرضي، بصون دمي، فما فيش ارقى واجمل من كده. مش عايزين بقى المثال ده بس، عايزين كل الامثله في كل المحافظات، يعني مش بس مثال وزاره التضامن الاجتماعي في مبادرتها، عايزين المحافظات، عايزين الوحدات المحليه، عايزين مجلس المدينه، عايزين كل حد في كل حته بتاعته هو الرئيس، هو اللي يقوم بنفس العمل. فاحنا هنا في الحال اليوم بنتابع هذه المشاهد بكل فخر بكل اعزاز، وهي مشاهد اكرام المصريين واكرام كرامتهم. فوزاره التضامن الاجتماعي بتعطينا بيانات دوريه عن ايه اللي بتعمله في هذه المبادره عشان تحمي الناس الغلابه المساكين اللي زيي وزيك، اللي حقه في البلد زي حقي وحقك. مبادره حياه كريمه اللي اطلقها السيد الرئيس دخلت في اطارها حمله لانقاذ الاطفال المشردين والاطفال بلا ماوى، ووزاره التضامن الاجتماعي اعلنت انه في 5 ايام فاتوا بلغ الحالات اللي تم التعامل معها حتى مساء السبت 19 يناير 415 حالة بإجمالي 174 مشرد و 241 طفل بلا مأوى. شغل 5 أيام بس يا جماعة، دول ولادكم في 5 أيام 241 طفل. يا جماعة احنا كان عندنا عوار، احنا كده بنرد كرامتنا. المبادرة بتاع رئيس دي رد كرامة، رد كرامة المصريين. ازاي تقبل ان لحمك ودمك يبقى ما قاعد بالشكل ده؟ الموضوع ده يا جماعة مش محتاج وزارة التضامن بس، الموضوع ده محتاج مصر كلها. الراجل صاحب القهوة اللي الست دي نايمة قدامه، ولا صاحب الكشك، ولا العمارة، ولا الحي، يا جماعة اللي يشوف حاجة زي كده أرجوكم، احنا درجة الحرارة بتبقى يعني منخفضة جدا، والناس دي في أمس الحاجة، اللقمة سخنة. تحية لكل واحد بيقدم إيده مساعدة، وأنا بكلم الناس اللي في الشارع، لأن دول الأبطال الحقيقيين. يعني صاحب المبادرة له يعني كل التحية، لكن التحية الكبيرة لهؤلاء اللي بيسهروا في الشوارع وبيلفوا في الشوارع عشان خاطر يشوفوا أهلنا وناسنا الطيبين البسطاء، ونحاول إن احنا نكون جنبهم إيد بإيد. كل يوم هنتابع في الحياة اليوم كل ما يتم في هذه المبادرة العظيمة اللي بتتعلق بكرامة المصريين واللي وزارة التضامن الاجتماعي بتقودها، ولازم يمشي وراها مصر كلها.